ارتفعت أسعار النفط 2% في جلسة تداول اليوم بدعم من خفض الإنتاج بقيادة منظمة أوبك وإعلان السعودية تخفيض إنتاجها بأكثر من تعهدها الأصلي بأكثر من نصف مليون برميل يومياً وصعدت العقود الآجله لخام القياس العالمي برنت لتصل الى 62 دولارا و68 سنتا للبرميل، والعقود الآجله لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي ارتفعت لتصل الى 53 دولارا و30 سنتا، وخفضت اوبك توقعها للطلب العالمي على النفط في 2019 بسبب تباطؤ الاقتصادات والتوقعات لنمو اسرع في معروض المنافسين وبينت أن الطلب على خامها سينخفض بواقع 240 ألف برميل يومياً عن تكهناتها الشهر الماضي